وأشار اليوم دولة رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي إلى هذه النقطة، وعلى ضوءها أنه يمكن تحديد وجود بككة ربما بشكل أولي بأنه وجود غير مسلح يفترض على ضوء غرار أو على غرار الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران، بين العراق وإيران من انسحبت المعارضة الإيرانية من الحدود إلى الداخل وسلمت أسلحتها ووجدت في داخل العراق، ثم من داخل العراق يعني ممكن أن يكون موقف آخر، ممكن أن يكون يعني العراق أيضا يؤمن أنه الحل مع بكك هو مو حل عسكري فقط، ربما أيضا إلى جوانب سياسية، لكن المرحلة الأولى هو أن بكك كحزب يعمل على الأرض العراقية، هذا محظور. هو أنا أريد أسأل، بكك كسلاح ضد دول الجوار، بكك كسلاح ضد دول الجوار محظور ويجب أن يتوقف عن هذا العمل بغض النظر عن علاقاته هنا أو هنا أو هنا. أنا أريد أسأل بهذا القصة، أتوقع الخطوة الأولى على ضوء الاتفاقية الأمنية الجديدة، شلون راح تشكل الاتفاقية الأمنية؟ ممكن أن تكون منطقة أمنية على الحدود بعمق كذا كذا، يتحرك الطرفان على تأمين الأمن على داخل هذه المنطقة الأمنية على طول الحدود. أستاذ سبهان، سعادة المستشار، القصة الأساسية التي تريد أن تسمعها تركيا أن العراق يجب أن يتعامل أو تتمنى أن العراق يتعامل مع البككة على أنه منظمة إرهابية، العراق يقول نتعامل معه كما أنت وصفت بالمرحلة الأولى أنها منظمة محظورة وننظر بهذا الأمر فيما بعد. ليش محظورة وبعدين ننظر فيما بعد؟ العراق كيف ينظر إلى وجود البككة؟ دكتور، نعم دكتور، البككة قلت لك منظمة صدرت سابقا من قبل تركيا إلى العراق والعراق كان رافض، لكن أن توصفها منظمة إرهابية، هو حلفاء تركيا اللي بالناتو ما وصفوها منظمة إرهابية لحد الآن، لحد الآن لم توصف بكونها منظمة إرهابية. ثانيا بككة موقف يفترض مو فقط بالعراق يناقش، يعني هذا الموقف يفترض تدخل به إيران وتركيا والعراق وسوريا. بنفس الوقت أنا أرى أنه الوقت دا يقترب ودا يحين لحل هاي المسألة ربما بشكل متشابه في كل الدول وربما بشكل متزامن أيضا، لأن وصلت لحدودها العليا وبالتالي يفترض أن تنتهي مشكلة بككة. المرحلة الأولى اللي يطلب بها العراق من بككة أنه يمنع، الدستور العراقي يمنع أي أجنبي يعمل عمل سياسي داخل العراق، فكيف إذا كان هذا العمل مسلح؟ لذلك العراق بالتأكيد سيبدأ يضغط على بككة باتجاه نزع السلاح أولا، ثم باتجاه ربما وجود حل معين بينهم وبين تركيا، وهناك أطراف عديدة، والضيف ذكر أيضا قد تدخل أمريكا فيها، يدخل العامل الدولي أيضا فيها، ودول أخرى مجاورة. طيب، المهم بككة لن تكون عائق أمام تطوير العلاقات العراقية التركية، لأن العراق ليس لديه مصلحة مع بككة، مصلحته مع تركيا الدولة الكبيرة الجارة الصديقة المهمة بالمنطقة الجغرافية.